طب بعدين اسئله النهارده ممكن تسمح لي؟ في الاستاذه منى نصار علاقه تعب المعده والقولون بالصداع. بص حضرتك، هي لو عايز تجمع دول كلهم في كلمه واحده ممكن كل ده يبقى حاله نفسيه. والله تعب المعده. لما بيجي لي عيان ولاقي ما عندوش حاجه في معدته، طبعا بعد الاستبعاد. بعد استبعاد. استبعاد، نستبعد المرض ده والمرض ده والمرض ده. يبقى حاله نفسيه يعني لازم تكون عملت سونار وعملت كذا كل حاجه كشفت حتى منظار. مش نقول ده حاله نفسيه كده. لا 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 ده تبقى جهل. يعني عملنا منظار وعملنا اشياء ما فيش حاجه وطلع بالاستبعاد. انا بقول للعيان كلمه جميله جدا، بقول له لما الاقي عربيه حلوه قوي ممكن اقول ماركه ولا تبقى دعايه؟ لا لا ممكن ممكن مرسيدس. كويس. ولقيتها مدغدغه. العيب في السواق ولا العيب في الشركه؟ لا في الاستعمال طبعا، في السواق. السواق كلنا مدغدغين كده. اقول له مين اللي مشغل مين؟ المعده مشغله مخك ولا مخك مشغل معدتك؟ لا مخي مشغل معدتي. اقول له طب لما يكون السواق بايظ هو ده هيبوظ. بيسوقها للحاجات الغلط. يعني بينزل في المطبات ويخبط في الحيطان وفي العربيه. المخ تمام هو العضو المسؤول عن جميع اعضاء الجسم. جميع اعضاء الجسم. حركه معدتك بالمخ. حركه القولون، العضلات، فكره، كل ده بالمخ طبعا. الناس كلها عارفه كده. هو اللي بيدي الاوامر لكل واحد. متوتر ممكن يبقى مصدع، ممكن يبقى يبان ان قولونه وحش بس هو سليم. دايما بتاخد كلمه حاله نفسيه على انها شتيمه. الناس المصري بالذات لما اقول له دي حاله نفسيه يعني انا مجنون. لا، المجنون ده مرض عقلي. انما مرض نفسي ده مختلف تماما. الامراض النفسيه انواع كتير جدا اعتقد، والله اعلم، يعني مفيش حد اللي عنده جزء من مرض نفسي. طبيعي يعني اما واحد يقوم مكتئب، طب ما ده مرض نفسي. بس ده يعني الحالات المؤقته. مؤقت وبيقدر هو يتعامل معاه. طول طول يبقى خلاص علاج. بقى دخلنا في الحاجات الصعبه. اللي يربط الثلاثه قولون ومعده وصداع الا لو كانت الصداع شيء والمعده شيء والقولون شيء، ممكن طبعا يقطع اي حاجه بس لازم تكشف. طيب بالمره مدام حضرتك جبت سيره المرض النفسي، هل كل واحد يشخص بمرض نفسي عليه ان يذهب للدكتور بتاع الامراض النفسيه ولا ممكن حضرتك كطبيب تساعده وممكن طبيب تاني من نوع تاني يساعده؟ اجمل سؤال سالته لي من يوم ما انا عرفتك. الحمد لله. والله الحمد لله. فسالته اهم سؤال، اجمل سؤال. انا عرفتك بقالي 40 سنه. اجمل سؤال في 40 سنه. الحمد لله. حضرتك عايز تسال الفيصل في ان انا الجا لطبيب نفسي. ايوه. الفيصل تاثير على حياتي. إذا تأثر، أنا عندي اكتئاب وصح الصبح مراتي قالت لي مال وشك مقلوب كده. أنا متضايق النهارده لكن رحت شغلي. ملجأش لطبيب. يوم ما أقوم متضايق وأقول لها لا أنا مش رايح الشغل لازم أروح لطبيب. الفيصل تمام حياتي. الحياة اللي أنا عايشها ماشية سليمة خلاص. السؤال الثاني بقى، هل ممكن الدكتور الامراض الباطنه لما تكون حاله بسيطه؟ يعني ممكن انت مثلا يكون عندك مريض عنده مرض وعنده حاله جاله حاله نفسيه، ممكن تقول له تنصحه نصيحه قلق بسبب خبرتك يعني. يعني عندنا حالات القلق بلاش. كورونا ده كورونا هنكتشف عملت فينا ايه بعد ان شاء الله ما تخلص اذا كنا عايشين. انا عندي مريضه من قرايبي، يا رب تكون سامعاني، جالها انهيار. عندي كورونا طبيعي بس كويسه، اكسجينك 98 ممتاز، دي دايمر واطي كويس، كل حاجه، ما تقلقيش يا فلانه. منهاره تمام لانها سامعه عنها. ده بقى شغلتي. ومن يعني من الصعب عليا اوديها لواحد نفسيه عشان هي خايفه من المرض. فاحنا بنقابل دول كتير جدا. صحيح صحيح. في محمود من غزه، ألف تحية لغزة وكل اللي في غزة. زوجته بيجي لها صداع 4 أيام متواصلة كل 20 يوم، لكن مش بدون سبب يعني نسائي. ولا مسكنات بتنفع ولا أي حاجة ومفيش أي أسباب عضوية. بس بيجي لها كل شهر 4 أيام.
وطبعا مفيش حاجه ملوش علاقه تخص النساء، لا طبعا ما قال مفيش اي اسباب عضويه. هو مدام اذا كانت عملت رنين مغناطيسي او اشعه مقطعيه على المخ وطلعت سليمه فاحنا الحمد لله، يبقى فاضل لنا حاجات بسيطه، ضغطها طبيعي ولا مش طبيعي؟ مش كده. اذا استبعدت جميع الامراض العضويه منها الفقرات، الفقره الخامسه والسادسه يعملوا صداع. اذا استبعدت كل حاجه، في حاجه اسمها صداع عنقودي، ده صداع نفسي عنقودي، ده لعين لعين. وعندي المجرين صداع نصفي، كنت برضو هسأل حضرتك عليه، لعين. مفيش اي حاجه طلعت له الصداع النصفي ده ليه حديثا؟ طلعت له حاجات بس مش افكت، بس هو اصل هو بيجي في الستات اكتر من الرجاله. وفي الأذكية والله. يعني ما يجي لي واحد صداع نصفي مجرين بيبقى عاده الاي كيو اللي هو معدل الذكاء بتاعه عالي جدا. وهو ده يعني هو ده اللي بيفرحه. بيقول لك ده انا ذكي جدا بس ما يفرحش جوزها. الحمد لله انا مش ذكي خالص. الحمد لله. فالصداع موضوع كبير جدا طبعا. اهم حاجه في الصداع استبعاد الاسباب العضويه. ما هو مستبعد هو. واضح ان هو راح لكذا دكتور وما عندوش صداع يعني عنقودي ومفيش اسباب عضويه. صداع عنقودي او مجرين يلجا لاي حد دكتور هيعالجها كويس جدا. على فكره دكتور يعالجها دكتور نفسي. دكتور نفسي او اعصاب. على فكره انا عايز الناس ما تستهونش بعرض. من 10 ايام واحده قالت لجوزها انا بقيت انسى. فوداها الدكتور يعني بتاع نسيان يعني. فقال له مفيش حاجة وكتب لها فيتامينات وكده. بفضل الله شفتها ما كملش أسئلة. ما كملش الأسئلة. حضرتك بتنسي، عندك صداع؟ قالت لي هيموتني. بتطرشي؟ بقالي أسبوعين. ده في مشكلة. عينيكي ورم في المخ. طبعًا. الجراح عملها لها امبارح. ده مش صداع ده. ها؟ ده في حاجات كتير قوي. يعني هو إيه وقف عن أنا بنسى. وقف عند كده. الواحد يكمل اسئله بتنسي وبتطرشي ومصدعه وكده. طب يلا نعمل رنين. عملنا طلع الجراح عمل لها امبارح الحمد لله وشاله اللي ورا. عمل لها يوم الخميس. بيقول لي مش عين جمله دي برتقانه. يا خبر ابيض ورم. وشاله الحمد لله الست زي الفل دلوقتي الحمد لله. فالواحد ما يستهونش بحاجه. كان لي اعز اصدقائي يعني مش بس ما يستهونش لان هي راحت للدكتور او اشتكت. لا انا بكلم انما هي المفروض الواحد لما يقابل حد يحكي له كل الاعراض ويسال ما يقولش عرض واحد ويسكت. لا والدكتور يطلع طبعا يعني طبعا ساعات طبعا. الواحد بيبقى دل شغله. انا مصدع يعني كتير جدا جدا. حضرتك يجيلك عيان يشتكي نقعد تلت ساعه وما قالش ان عنده سكر. ان ما كانش الدكتور يساله مش هيقول. هو معتبر دي حاجة مزمنة. بقاله 20 سنة عنده سكر. أنا ليه أثر؟ أنا صدري بيوجعني. ماله مال السكر؟ لا إزاي؟ بالظبط. عشان كده الدكاترة تخلي بالها من الأسئلة. لازم أقعد أسأل العيان. طب أنت بتمشي كويس؟ طب أنت بتنهج؟ كان ليا صديق عزيز جدا رحمة الله عليه، حضرتك عارفه كويس. المهم ما كنتش أبتدي عيادتي إلا لما أكلمه. هو جنبي بالظبط، بينا عين 30 40 متر. عيادتي اللي في وسط البلد. وهو ما يبتديش الا لما يكلمني. حبيب قلبي. دي مشاعر لطيفه قوي. فبكلمت هو بيوصل 7 تظبط عليه الساعه. وانا اوصل برضه. انا مواعيدي حلو على فكره مش زي النهارده. فكلمته لقيته ما جاش. تمرجي قال لي ما جاش لسه. 7 وربع ما جاش، 7 ونص، 8 الا ربع هو رد عليا. فانا ده حبيبي. بقول له في حد محترم يجي عيادته متاخر 45 دقيقه. لقيته صار ثوره. انا محترم غصبا عنك، انت خلي بالك من كلامك. رحت قافل السكه ورايح له. قلت له انت مصدع يا فلان؟ قال لي اه. قلت له تعالى معايا. قلت له انا عملنا اشعه طلع ورم في المخ. ورم المخ ممكن يغير البيهيفير، يغير اسلوب حياته. اهو ده كان كويس جدا جدا. وكان عادي يهزر وكده. تغيير الاسلوب ده خلاني افكر ان يكون الفص الامامي
يعني لما الاقي الطرف الثاني معايا في حياتي زوج او زوجه يعني متعصب زاد عن اللزوم، اتغير. طب في حاجه في شغله؟ لا مفيش حاجه. طب في حاجه في اسرته؟ مفيش حاجه. يبقى ممكن، يبقى في ممكن حاجه اتغير. طب ادينا كده شويه حاجات زي كده، يعني شويه علامات الواحد الصداع مهم جدا. الصداع والقيء وزغلله العينين. تمام. المثلث ده ده المثلث الرعب. لو واحد طبعا الناس كلها مصدعه، ما بتكلمش عن الصداع، لا اللي متعود على الصداع بيجي له نتيجه كذا وده حاجه عاديه، مع قيء، مع زغلله العينين. احنا عارفين طرق من الصداع مع القيء دي من زمان، حاجه خطر جدا. ده مثلث رعب. تمام. اكتر من حد بيسال عن الامساك. امساك امساك ده كلام امساك يا سلام. بص حضرتك بقى، نقول الامساك عرض، عرض دي مرض وليس مرض. تمام. لكن 90% بفعل فاعل. اه في حد مسك؟ لا امساك في حد مسك حد يمسك منين؟ 90% يا استاذ محمود بفعل فاعل. من هو الفاعل؟ المريض. المريض كل واحد ربنا خلق له ساعه بيولوجيه بتترن هذه الساعه مره في اليوم، وليكن الساعه 7 الصبح، 9 الصبح، 10 بالليل، له موعد، له موعد. الساعه بترن، ترن تعمل ايه؟ تديك شعور انك عايز تروح التويلت. تمام. سيادتك طنشت سهلة. يبقى إذا أنا هو زي حصل فعل لو أنا أمسكت عن الحاجة إنها ما تنزلش. لا طنشت. ورايا ولد، وراه مدرسة، موظف، وراه حاجة، أي حاجة، بس بشرط مش يوم. تعودت إن أنا لما يجي لي شعور التبرز ما استجبش له. وبالتالي البراز لما بينزل في منطقة معينة في نهاية القولون بيمتص منه المية. مادة فيها ميه، ادخلها الدم تاني الميه. يتحجر شويه. البراز المتحجر ما يديش شعور تبرز. اللي بيدي شعور تبرز اللزوجه اللي في البراز. عشان كده احنا بنقول بفعل فاعل، انت اللي عملت كده. عشان كده لما يعوزوا يعالجوه ياخدوا حاجه مسيله كده يلين. يلين الدنيا. اول مره اعرف المعلومه دي. فالبراز بيجف. بيجف. طب ما مش هيدي شعور. يقعد يومين ثلاثة ما عندوش شعور تبرز. طب هخش ليه؟ أنا بخش التويلت عشان عندي شعور تبرز، هو مش هخش وهينشف. عشان كده برضو قلة المية في رمضان تلاقي ناس كتير جدا. طب مش هو مش بيتجدد براز جديد بينزل عليه المفروض يزقه؟ هو ده قفل بقى، هيتجدد، هيوجع بطنه بقى، هيتنفخ. ويبتدي خلاص انت الحته المتحجره دي قفلت، فمنعت اللي جاي الجديد اللي برضو بيجيب فراخه. بدل فله حطيت حته اسمنت في الازازه، وعايز تفرغ الازازه، فرغها ازاي؟ ده في اسمنت. تمام 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 تمام. ده 90% من الناس اللي عندهم امساك، اسمه امساك اعتيادي. هابيتوال. انا اللي عملته اعتيادي. اتعودت ان انا ما اخشش اتبرز. عشان كده النصيحه الخالصه لوجه الله، اوعى ما يبقاش لك ميعاد ثابت للتبرز. طب افرض واحد بيحتاج يخش مثلا 3-4 مرات، ده كويس. ده كويس. لا ده انا خايف من لما بيجي اخش. خش في ميعاد ثابت كل يوم او كل ما تحس. لا ما يستناش الاحساس، ما يستناش الاحساس. 9 الصبح مثلا او 8 الصبح يخش يقعد. شويه بشويه هيرجع الساعه البيولوجيه تشتغل تاني. هيبقى هو ده ميعاد التبرز. انا اعرف ناس كتير يعني، وناس مشاهير وكبار يعني. يعني ده حاجه مهمه جدا بتحصل، ولدرجه ان هم زمان كانوا يقروا جرايد وحاجات، دلوقتي ياخدوا كتاب، ياخدوا التليفون يسمعوا حاجه، لان عندهم تلت ساعه مثلا ولا حاجه هيقعدوها. هي جورنال واحد كان زمان، دلوقتي جرايد بقى وضعها اختلف. انت لسه بتقرا جرايد؟ معلش. لا ده واحد قال لي حرام. حرام ايه؟ الجورنال تاخده في التويلت عشان في ايات وصفحة الوفيات هتلاقي مش عارف ايه. بعدين سألت حد من رجال الدين قال لي لا حرام ولا حاجة. يعني ده انت، هل انت متعمد تاخد قرآن في دورة المية تقرا؟ قلت له لا، انا بقرا الأهرام. أفكار أفكار يعني أفكار. الله يعلم. هنا بقى في وصفة أنا هقولها للناس.
هي وصفه مجانيه. طيب يا ريت. للي عنده امساك كويس زي اللي بيسال ده لمده شهر، ما يخش تولد شهر 30 يوم. ده عشاء اللي هقوله ده. ده عشاء، عشاء هيجيب زبادي ويحط عليه كميه كبيره من الرده. يا سلام، الرده دي حاجه مهمه جدا. رده بس يبقى يعقمها في طاسه تيفال يسقنها على النار تتعقم يعني، وعسل نحل بعديها، طبق زبادي زبديايه مع شويه رده كتير كتير مع معلقتين او ثلاثه عسل نحل. تمام. بعديها ياكل برتقال، مش عصير، ياكله البرتقال الياف. طب لو مفيش برتقال ياكل خس؟ لا، في برتقال. لا يعني لو في الاوقات اللي مفيهاش ال 12 شهر في برتقال. طيب تمام. وقراصيا، قراصيا السودا بتاعت رمضان، في ناس عارفاها وفي ناس مش عارفاها. يسال عليها. خلاص، ده عشاء 30 يوم، والصبح لبوسه جليسرين عشان ما يتعورش. كل ده لبوسه جليسرين ده برضه لمده شهر. شهر بعد كده هيتبرز عادي جدا جدا جدا. يعني يتعشى زبادي مع رده مع عسل برتقان مع برتقان مع راسي، والصبح لبوسه جليسرين. ما هو بقى بيعمل كده، ما بيحصلوش حاجه تاني يوم يقول لك دي مش نافعه. لا ده يصبر، خلي بالك يصبر. فاحنا مش يوم ولا اتنين، ده الدكتور بيقول شهر 30 يوم عشان تجيب نتيجه. ده حضرتك بتقوله ده. ده عدد كبير جدا. ما انا خدت قرص وما خفيتش. ما انا عملت كده امبارح ما حصلش حاجه. خدت قرص وما خفيتش. ده اللي كتبته لي، خدت قرص وما خفيتش. لا، كل حاجه لازم تاخد وقتها. صحيح. لمياء احمد فؤاد بتسال عن الفرق بين العصبي والضغط العالي. لمياء، تشخيص الضغط تشخيص صعب جدا 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 جدا، مش زي الناس ما يفهم. لمياء انا ترقيت ببحث، قلت لكم قبل كده في التلفزيون مليون مره، انا قست الضغط لطلبه كليه الطب قبل الامتحان واثناء وبعد الامتحان الشفوي. في ناس مسجله ارقام خياليه، فما فيش حاجه اسمها ضغط عصبي، ما فيش حاجه اسمها كده خالص. انت متوتر، ضغطك عالي ورجع تاني. طب ما حصل حاجه في الضغط اهو. كويس، بس انت مش مريض ضغط. مش مريض ضغط. في واحد يجي لي يقول لي اصل انا مريض ضغط عصبي. لا، ما فيش حاجه اسمها مريض ضغط كده غالبا. امال الكلام اللي جاي ده غالبا العصبيه فضحتك. طب تسمي ايه ان كل واحد ما يتعصب ده العادي، ضغطه يرتفع، مش ده يبقى مرض؟ لا لا لا، ده مش مرض. واحد بيشوف ماتش كوره و10 تجوان ضاعوا. طب اسلو الضغط بعد كده هتلاقيه في السماء. هل ده مريض ضغط؟ لكن لا، ما هوش طبيعي. يعني قصد حركة الضغط العصبي ده او ما يسمى ده مؤقت، ملوش علاج. ان يهدى يعني، بنحاول نعالجه نفسيا. ما انت عارف اللي بيتوتر عموما بيبقى صعب. ده لا، ده عايز علاج مهم جدا جدا. ليه علاج؟ طبعا الضغط العصبي، الانسان العصبي له علاج. يتعالج العصبية، مش الضغط. بالظبط كده، يقوم ضغطه يفضل نورمال على طول. تمام. انما واحد ضغطه عالي خلاص. تمام. في احمد صلاح بيسال عن انيميا الفول، وفي مصطفى عبده بيقول سؤال مهم، طرق تقويه جهاز المناعه مهمه اليومين دول. الكلام ده برافو، ده سؤالين حلوين جدا. طيب نختم بيهم بقى. نختم بيهم. مع ان الجو حلو يعني. جو حلو جدا. انيميا الفول. كل كرة حمراء عايزه طاقه. كل كرة حمراء، كرة الحمراء اللي هي كرة الدم الحمراء. ايوه ايوه. عايزه طاقه. طاقه. تاخد اكسجين وتطلع سيلول، عايزه طاقه. زي ما انا لما امشي عايز طاقه. الطاقه اللي جوه الكره الحمراء جايه من مصدرين. 85% من الطاقه من تكسير الجلوكوز، زيها زي اي حاجه في الجسم. تاني. انا بجيب طاقتي من الجلوكوز. لما يتحرق يديني طاقه، اللي هو الاكل بيتحول الى جلوكوز. جلوكوز يديني طاقه وميه وثاني اكسيد الكربون. ده لما يتحرق. السكر. فالخليه الحمراء زيها زي اي حاجه، بس 85% بتكسر الجلوكوز تطلع منه طاقه. سليم. فاضل كام؟ 15%. 15% دي عند اللزوم.
ما تشغلش السهم بتاع الخمسة إلا عند اللزوم. ما هي اللزوم؟ تعرضت لشيء محتاج أكسجين عالي جدا جدا، حاجة مؤكسدة جدا، أو ما أشغل 15 أبقى شغلت 100%. يبقى الخلية الحمراء الطبيعية بتاخد طاقتها 85% من تكسير الجلوكوز زي أي حاجة، وده ما فيهوش مشكلة. فاضل 15% بقى ده عند اللزوم. ال 15% دول لهم إنزيم معين. يعني حضرتك تخيل أنا دلوقتي في ظرف أنا عايز 100%. هقوم أخد ال 85 بتاع الجلوكوز وشغل 15 دول لأني محتاج ال 100%. في ناس اتولدت من غير الإنزيم ده. يا سلام. من غير الإنزيم، فما يقدرش يشغل الضلع ده. فإذا تعرضت الخلية الحمراء لشيء محتاج معاه السهمين هتبوظ الخلية. لأنها مشغلة سهم وسهم لأ. مظبوط. وهو نادرا. طب إيه الحاجات اللي تخلي الخلية محتاجة إنها تشغل السهمين؟ أدوية كتير جدا وأكلات كتير جدا. هي الفول هو المشهور. لكن الفاصوليا البيضاء تعمل نفسها، واللوبيا بالزبط، والبندق، والفول السوداني، البقوليات كلها. لا، والأدوية الأسبرين والصلفة، وفي أدوية للغدة. ده يتفضح بقى الراجل ده. في واحدة قريبتنا تليفون الحقني الواد بيموت، انا ما بروحش بيوت خالص يعني، بس دي قريبتي. طبعا رحت لقيت طفل سنه 4 سنين لاول مره في حياته ياكل فول سنه 4 سنين. طبعا انتهى، خدنا على المستشفى ونقلنا دم وكل حاجه. المفروض بقى لما الام بتتعلم تلاقي الهيموجلوبين ابتدى يطلع. فانا رحت عملت له تحليل بعد شهر ونص، لقيت الهيموجلوبين كما هو. انت بتاكلي فول؟ انا اتجننت، انا متعلمه، انا معايا لسانس اداب، انا مش عارف ايه، كلام كبير كده. يا ستي راجعي نفسك، الهيموجلوبين ما بيطلعش، ده معلق عند 4 و5 بالكتير. طب في المدرسه جايز بياكل طب الشوكولاته فيها بندق؟ ده انا محرج على الشر. رايح لهم مره زياره عاديه كده، شميت ريحه فول. فبقول لها اهو الواد بياكل فول، قالت لي لا انا بدمس فول في البيت بس ما باكلوش، بس ما بياكل من ريحه، احنا بناكل منه. فرحت للدكتور صفوت شكري رحمه الله عليه، طبعا استاذ كبير عملاق الاطفال. طبعا بقول له ريحه الفول تكسر؟ قال لي هو انت ما كنتش تعرف؟ والله العظيم هذه معروفه. كسفني. بطلت تدمس في البيت، الهيموجلوبين بقى 13. يا سلام. هذا حاجات صغيره لكنها تفرق. انيميا الفول طبعا. انيميا الرطيه بتيجي في الولاد بس، ما بتجيش في البنات لانها مرتبطه بالجنس، هل هو ولد ولا بنت. وانيميا سخيفه جدا، بس تشخيصها سهل. هاخد تشخيصها سهل ومقدور عليها. مقدور عليها. وهاخد الكرات الحمراء ابعتها للمعمل اقول له شوف الانزيم ده موجود ولا لا. هيقول لي لا ده الانزيم ده ناقص. ناقص، الراجل ده ما يقربش ناحيه الليسته اللي احنا كاتبينها. طيب تقويه جهاز المناعه بقى في مفيش حاجه اسمها تقويه جهاز المناعه. خلصها. مفيش حاجه. ياكل فاكهه كتير وينام كفايه. جهاز المناعي يا استاذ محمود سر من اسرار الله الى هذه اللحظه. الى هذه اللحظه سر من اسرار الله. ياكل فاكهه كتير، فيتامين سي، فيتامين اي، خضار، فيتامينز كلها لها علاقه قويه بالمناعه. الخضار عشان فيه فيتامينز. وينام كفايه. ما يدخنش. ما ياخدش مخدرات. كل ده بتنسف الجهاز المناعي. اشكرك دكتور حسن. الله يحفظك. الف شكر حضرتك، شرفتنا وانستنا ونورتنا. الله يحفظك. الف شكر حضرتك.